اخواني واخواتي وزي كذا، وكل عصريه يعني قبل المغرب كذا تحصلنا مجتمعين في ساحه الحرم. كانت جدتي معنا عسى الله يغفر لها ويرحمها، الله يرحمها، وكان هناك التقاء كل حتى جماعتنا والناس اللي نقابلهم في اوقات الاجازات الصيفيه، يعني ما كانت اوقات مواسم، ما كانت اوقات رمضان وزي كذا، كانت اجواء 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 حلوه حلوه يا اخي، روحانيه عاليه، والحياه انك تشوف الناس كذا من مختلف الانواع ومختلف العقليات مختلف الاشكال مختلف اطباع. اي والله جميله يا اخي حياه. اي والله حياه. سبحان الله، رمضان رمضان جالس اطير طيران. اليوم كم من ذاك اللي جالس تشوفه انت؟ ما تشوف ابو غتره بيضاء؟ ايه. ما اعرفه، ما اعرفه، بس مع حسين ومعه سالم. اسمع ايش جالس يقول، يقول دخلنا بيع الخبل عباته اشتغل حسين. حسين وش اسمه؟ سرحان. لا حسين هذاك اسمه حق الطقس. ايه زعاق. زعاق هذا حسين الزعاق يا حبيبي، جالس يفلم عليه ويكيس. الزعاق صراحة نجح نجح بقى. لا 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 زعاق انا ما اتكلم عنه، قصدي هذا اللي جالس يفلم عليه بالطاري. جبار جدا، دكتور خطير، ونجح نجاح يعني بصراحة حفر النجاح بالصخر. يا أخي يعجبني اللي يتعب على المحتوى، يا أخي يعجبني اللي يتعب على المحتوى بتخصص. حب يا مرحبا، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. اسم الله ما الله ما تقوم العهد قريب. الله ما تقوم. عز الله مقامك. يا مرحبا، شلونك؟ يلعب على المضمون داري ما هو قايم معاه. لا والله لا قوم. ما قدرك والله. قمنا اللي ما ابو حزام. ما عاد ابو حزام. يعني بكم جنة. الحين هذه بسويها مركة ولا زالت. اللي تبي اللي تبي كلنا لك ابو حزام. شلونك ابو حزام؟ الله يزين لونك. وش اخبارك؟ حالك؟ من الرجال اللي معك؟ صديق حسين مدري. ونعم ونعم. معجب بيصور، قلت لا لا تصور. بيصور معك؟ ليش انت؟ والله من حسن حظه اني اخذ صوره معك للذكرى. الله يرفع قدرك. اتوقع اني بنزل فيك ما راح انزل. يا ولد السؤال اللي سالته لسليمان انت. ايوه. سليمان السالم. ايوه. حق انه يا اخي انا صادق فيه. ترى يا اخي يقول هو قصدها. ايه ما هو يقول ان هذا يتعمدون حق الاخبار انهم يحطون شاي. لانه مصداقيه هنا ترتفع. طبعا. يعني هي الشركات هذا هذه رؤيتها. هو فكر انك تقول ليش قلت هذه دراسه ما لها دخل. اي لا لا هو فكر اني ممكن اسقط عليه يقول انك انت شايب بس تبي صدق. اي لا لا يمزح. لا لا هو خفيف دم بس هي الفكره ترى صدق. مقدمين الاخبار دائما يستهدفون الشيبان. اشوف انا ترتفع نسبه المصداقيه. يعني شايب يكذب مو بكاذب. اي صح ترتفع نسبه المصداقيه. بس لو يجيك مثلا بزر عمره 19 حتى لو كان متمكن متمكن لغوي ما شاء الله عليه اعلامي تحس المستقيم بيبي فيس. ايه بيبي فيس. بيبي فيس بيبي فيس. اي ما راح ما راح والله انجليزي اليومين هذا امبوسيبل. امس واليوم ايه امبوسيبل امبوسيبل. لو تجيه من بكره تقول عيدها نفس الكلام. اي ليه؟ نزع حرف لانه هو حفظها كذا. نزع حرف زي الرجال اللي نزل حروف. هو حفظها بالذاكره المؤقته فهمت. يا هلا باللي لا الخافق يهلي مدام. يا مرحبا مدام حسين جاء انا مالي مكان بالجلسه فمان الله. اقسم بالله ما اقعد. والله والله العظيم ما اقعد. اجلس انا وياك تعال. العين ما تعلى على الحاجب وكلكم ثلاث عيون في راس واحد. ثلاث عيون واحد. هذا وحش ذا ثلاث عيون. يشهد علي الله كلمه ما تجي من وراها شيء. ان لك معزه ولك معزه ولك معزه. وان هذه رساله اقدمها عبر هذه الشاشه العظيمه في عرسك لاداره هذه القناه. امين. وبعد اذن اخوي معلمنا وقائدنا ناصر الحربي ناصر الحربي ناصر الغامدي ان القامات هذه لكل منهم بحر. الله يرفع قدرك. لكل منهم بحر خاضوا فيه تفاصيل وترى اللي طلع منهم في القناه 1% الى الان ما طلع من هذا الوجه الطيب شيء. حبيبي والله ما يقهى والله يطلع منك. شلونك يا حسين؟ تجي هنا تجي هنا اجيبك مركب هناك اللي تبي. شعلومك؟ والله بشر. طيب شو امركم انتم؟ الحمد لله. انا احتاج منك انك تحدثني عن حياتين مختلفه تجمعها في يوم واحد. حياة البادية والبرزخ. برزخ؟ لا يحطون فراغات كلهم. لا تحطون فراغات. لا تحط فراغات يا أخي. البرزخ هي بنتقابل أنا وياك فيها بعدين. حياة البادية. أيوه. والغنم ومدري إيش وفجأة طاق الرسم على سنقة عشرة ما شاء الله إعلامي. أبو نايف طالع يتحدى. على جنب. ها؟ في سكس تنازل. وفي سكس تنازل بعد. شوف سبحان الله.
حياة البادية كلنا أبانا وأجدادنا أهل بر وأهل روحات وأهل جيات وأهل أبل، لكن في فترة من الفترات حاولت أنغمس في الحياة الرفاهية. يا أخي ما يا حسين ما سألتك عن كذا. بعلمك طيب أنا شو اللي حد أنا أقصد كيف تفصل في دقيقة بعدين هذا وهذا. طيب خليني أجيب لك السؤال. سم. أنا ما أقدر أجيب لك الجواب لأني لو تركت فراغات سالم حزام سالم حزام بينطمعها غلط يعني بينطمع الدريشة اللي ورا. جربت أنت مخلوق في الحياة تغامر. أسلم. جربت حياة الرفاهية كاملة. حلو. أقسم بالله كنت أقعد مع ناس يا ولد مصروفه اليومي 20,000 طيط قبل بي. يا أخي ما لقيت المتعة. أبغى نشوتي النفسية ما لقيت. تعرف وين لقيتها فيه؟ وين؟ أروح بالبر الحالي بعد ما استأنس مع العمال وذا في مجلس في مكان وجزت معه بمخلوقات الله. الكلام هذا قبل أدري إن التأمل عبادة توازي أجر الجهاد. تخيل التأمل في مخلوقات الله، لأن الله أمرنا في كتابه بالتأمل والتدبر. علم النفس إيش يقول لك؟ في أحد الكتب لخصها أحد اللي يقرؤون علم النفس نهايته إيش يقول؟ تبغى تشافي نفسك، تبغى تسوي سوفتوير مستمر، تبغى ترجع لحقيقتك، ارجع للتأمل. أروح أفرش لي فرشة وأقعد اترك الابتذال واترك الجمل اللي تملق فيها. يا رب انا اعرف انك تبيني في حاجه، لكن يا رب انا بضعفي وقدرتي ما اقدر اوصلها. يا رب انت وين تبيني؟ السلام. يا رب انا وين المفروض اني اروح؟ يا رب انا اعرف انك تحبني واعرف اني ماني رخيص عندك. الله. لاني لو ماني غالي ماني بالان قاعد استشعر سماعك لي في هذه اللحظه. الله. سبحان الله لقيت قوه عجيبه. كلموني تواصلوا معي مشاهير واجد، يقول يا اخي المكان اللي انت فيه نغبطك عليه. كل الناس تدله لكن ما هي كل الناس تقدر تنسجم مع المود حقه. صح. تروح المكان زي هذا ما تسبح الله انت ما راح. سبحان الله. كلامك لا يمل، بس انا بسال سؤال من بين كلامك وبسال الشباب، ايش رايكم باللي يطلع جلسات الحاله، مسافر الحاله، يروح ويجي الحاله، هل يعتبر نفسيه؟ يعني في ناس نظرتهم لهم نفسيه كذا انه ليه الحاله؟ لا سافر الحالة دق سلك كذا الحالة سافرت الحالة ما لقيت ناس يتكون في المقاهي لحالهم الا والله ويظهر عليهم انهم مليانين علم ومال بامكانهم للشارع قروب. اخويا انت لا تعرف نفسك الحقيقي الا اذا انفردت بها لحالك. طيب تتكرر ولا بس مرة ثانية؟ حتى تحدد ايش نوع اللغة اللي المفروض انك تتواصل مع نفسك بها. يقول لك اذا جلست مع نفسك وقطع مرادك، هل انت مستمع ولا متحدث مع نفسك؟ اذا قعدنا كل واحد مع نفسنا، هل انا مستمع لها؟ واو. ولا متحدث معها؟ واو العمق. والله يتفلسف. واو العمق. سؤال يا اخي، سؤال يفرض نفسه. هل انا نفسي قاعده تجلدني تفرض علي بناء على تجارب وبناء على ما غرس فيني من كلمات سيئه مشاعر سيئه، ولا انا قاعد احذف فيها؟ اما تسافر لحالك معاذ حق سفريات محمد صلى الله عليه وسلم كان يتحنن في غار حراء وانتم اخبر. احسنت. قبل تنزل عليه الدعوه، جبريل وين نزل عليه؟ جبريل نزل عليه داخل غار حراء. طيب هذا الامي اللي لا يقرا ولا يكتب سيد الايتام عليه الصلاه والسلام، من اللي الهمه يروح البر؟ تعرف اني قرات شفت مقاطع تتكلم عن بعض انبياء الله سبحانه خصوصا اولو العزم. تعرف ان اغلبهم كان يطلع يخرجون للجبال، هم ما يدرون ان فيه دين ولا بعد بعثوا. سبحان الله. لكن يعرفون ان قومهم على ضلال، من قوة الضلال اللي فيه وين يجد نفسه؟ اللغة الحقيقية اللي تخاطب في الحالة وين؟ في البر. تعرف ايش السر اللي انا حسين السرحان وانا مسؤول عن هالكلمة؟ احنا بيننا وبين الارض انتماء عظيم لا تشعر به الا اذا اختليت بنفسك. ارحب يا فهد بن معيان. الرحمة. الله حيه. والله كرك تبي تبي تقول سكتوا. فترة ماضية يا رجل صدق فترة ماضية يا أخي كنت ما اسمحوا لي سبحان الله خذ راحتك. الله يجعلني. ما كنت أحب السفر وحيد نهائيا. أقل حاجة أقل ما فيها معي واحد. قاعد إنكم ولا أنت مسفوه يا معاذ. خذ راحتك. بعدين يا أخي مع كثرة الانشغالات جربت مره واحده اسافر لحالي. ايوه يا اخي متعه عجيبه. متعه جدا متعه عجيبه. تسمع اللي تبي وتاكل اللي تبي وتوقف اللي تبي وتسوي اللي تبي يعني احس اني استفردت بنفسي مع اني في الاول كنت ضد اي احد يسافر لحاله. كم طول الرحله ذي؟ طويله والله. كم يوم؟ مره طلعت 16 يوم او 14 يوم.
ومرة لا والله ثلاث أيام من هنا لين الشمال أقصى الشمال. فيا أخي لذيذة ترى. الله يقولونهم إن الوحدة الوحدة شوف ترى الوحدة خطيرة. تهذبك. يقول خطيرة إذا انقلبت خلف الأفكار السيئة. تحيي العقل وتقتل القلب. تدري رمضان اللي راح أبوي اسمع أبوي أبوي الله يرحمه يسكن الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكلام قامتم. ترى لا مانع انك تطلع البر مثلا تفكر وتجلس ترتب اوراقك ما يخالف لكن تسافر لحالك ما ادري والله بس اني انا ملول ترى انا ما لذلك ما في مطعم كل ما في مطعم كرسي واحد مستوحش في الجنه في مطعم كرسي واحد في شيء اجمل من الجنه واخوي حسين ادم في اعظم ثواب الله سبحانه وتعالى خلقه وضع لها المخلوقات يوم مستوحش في الجنه ايش خلق له الله حوا لا انت استانس انت ما تقدر تعيش ما تقدر تعيش بدون فلوس لكن هناك امور ما تهرب منها ولا تحدد نفسك ابوي يوم طاح العام اللي دمرني نفسيا اني كنت كل يوم ابوي يحب رمضان ايه ودائما احب احضر معاه اخر ليالي شعبان ليش لانه يطلع برا ويجلس يصيح ويبكي ويدعي وخصوصا اذا شاف الهلال اليوم الثاني يبكي شيبان كذا حتى فيه له دعاء وشي ربنا وربك الله يا هلال صح اللهم هله باليمن والبركه لا ربنا وربك الله هلال خير وبركة فرمضان اللي راح ما قدرت أصوم في البيت ولا قدرت أقعد خلاص راح رمضان اللي راح وصلت القريات وصلت وادي الدواسر وصلت المدينة مشاوير مشاوير مبسوط تمسك خط الخط أحيانا يونس يا أبوي موتري كله خلاقين عرفت ذلك اللي يبسطون بشراريب وذا عند المساجد كني هو تفتح الباب يطيح سروال السلام عليكم بو ما شاء الله تبارك الله يا هذا من وين جبت المودل بدر المطرفي على حسب يعني انا اشرح ان هذا من اعز اصدقائك ولا يغششك ماني البس بدل انا والله والله فهد ما البس صعبه يا اخي انت بس صعبه صد كيف امور كايده ما هي واحد يا اخي انا معي بدله في السياره بس اني كل ما اجي البسها اتذكر اجيكم واعود الان اطلعها اللي جداك اللي يقول عندي ملابس بس ما تصحى الرياض انت عندي ملابس كني هزار الله يرحمه في هذه الحياه يوم لبس باتمان وقلب غطيه الله يرحمه طيب مبسوطين يا عيال اللهم لك الحمد ولك الرضا ولا ايش الفلسفه حقك ابو انا ما احب اسافر قولا واحد لحالك لا لحالي ولا مع ناس ما تحب تسافر اخر مره سافرت اخر مره سافر يعني اخر مره رحت الديره عيد الاضحى اللي فات تتقروش أنا أتقروش ليه؟ انا اول شيء اكتب في تغيير الروتين يعني 9 شهور واعاني في النوم الديره بعيده بشكل غير طبيعي اذا غيرت شغل المخده شغال صح والله المكان يعني اذا جيت البيت وغيروا اغلبيتهم مغيرين مخدتي خلاص ما اعرف انا ما اقدر خاف اذا وقف تدري ليه ابو عيان انا يمكن اربع سبحان الله يمكن اربع 15 متر يوم افيدك بها كنت نازل جدا تذكر ما تعلم العقل الباطن سبحان الله من اكثر الاشياء اللي ترعبه انك تغير روتينك ليه العقل الباطن يعاملك زي الطفل استقريت على امر مستحيل يخليك تعيد عنه يبغاك على الرتم هذا ليش لان العقل الباطن يرعب التغيير ليش دائما في صعاب في الحياه ما نقدر نتخطاها رغم ان الحل قريب منا لان العقل الباطن اذا فرضت عليه فكره التغيير يعيشك في رعب عشان كذا صدق لا بالعكس انا شفت كسر روتين الحين اذا دخلت النسخه النسخ اللي كنا نشرف عليها ونزينها يجيني اكتئاب عجيب يا اخي كيف يعني؟ اطفش واكره الوسط نهايتها ايه والسبب لان ادرها بتنتهي ايه عرفت؟ واكره الوسط وخلاص افكر اخرج واقفل حساب وافكر اطلع من الاعلام كل نسخه كل مره كل مره ايه بس انت ايش تسوي طيب؟ ايش وين رفاهيتك؟ لا لا انا ضد كلامه لا لا فعلا يعني انا اشوف انا استانس صراحة أنا أول شيء محدود الهوايات محدود الهوايات يعني ما عندي أنت غريبة طوارئ ما نحب الفرة لا يمكن أروح مع واحد يفر وأنا ما أنا نفس النظام طيب لا يمكن أروح نادر أروح مجمعات إذا جبرني سعود ولا محمد عندي سؤال خاص لك يا أبو معياني شغل بالي دائما أنا طال عمرك في البيت في على كتبي أو أيوة. أو هذا سؤال أتابع مسلسلات أو أطرح محلات شاي هذا السؤال يا أبو تابع مسلسلات طيب إلى متى يعني خلنا إلى متى به الزكي لا لا أنا ضد حسين يقول قبل شوي ما أيوه أنا مشكلتي يا معاذ كسرت الروتين ما نتكلم عن الروتين أنا بحب أكسر كسر الروتين أتكلم عن نمط الحياة أيوه أتكلم العقل يكره إنك تغير نمط الحياة الروتين ما يقرأ بالعكس الروتين ممل
اذا تكرر عليك الروتين انت تجتمع عليك الاحداث، ما تدري هذه ذكريات امس ولا اليوم. طيب كيف اتخطاها؟ تتخطاها يا حبيبي ايه، تتحدى نفسك مغامره، انت مخلوق عشان تغامر اليوم. أيه. والله السؤال اللي بوجهه خطير، يقول ما تدري ذكريات امس ولا اليوم اذا قال هو الشيبان هم اللي يكرهون يكرهون التغيير. الشايب ذا صار ذا مركا مركا ذا اللي تراك عليه وجبته ذا مركا تقول كانك حادر على قنبله. والله الشايب ذا كبير السن، اتمنى اتمنى كبير السن وكبير السن يراعون في الناحيه دي. حتى الفنجال ما يبغاك تغيره، حتى الفنجال لا تغير له، حتى المكان لا تقول هذا افضل يا اخي، هو يا اخي ما يدري انه افضل، لا تقول الافضل على هوا. طيب ابو معيان انا ابغى تقولنا الان طلاب من طلاب عندك كبير سن لازم تفهم. انا افهم لا والله انك مدرس، والله انك مدرس، شهادتنا فيك مجروحه والله. لا رجل القصص لا عليك اسال. شوف 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 بقولك حاجه، اهل الدين واجد واهل العلم واجد والقراء واجد والكتاب واجد، لكن الله سبحانه وتعالى ميز كل انسان بيميزه لحاله، عقل، بصمه، روح. انت قاعد انت قاعد تنقل لنا جزء من احداث التاريخ بطريقه احنا مش جالسين نستمع، احنا رحنا شفنا الصحابه وجينا. احنا قلنا البارح والله يستاهل. ايوه انا ابغى، انا يا رجل مطلع واحب الفلسفه واحب امزج بين الدين وعلم النفس والعلم الحاضر، بس ابغى اقرا، ما اقدر اقرا يا اخي. ابغى اعرف انت ايش الاليه اللي تبدا في طريقه كم تجلس تقرا بالليل؟ اقول لك حاجه بتروح انت سالم؟ لا في طريقتين اسمح لي بس. تدري ان بعض المعلومات اللي قلتها كاني انا اول مره اسمعها حقت فعلا رغم اني سمعناها يعني اغلبها معروف يعني حرفيا حرفيا لا مو معروف والله. انت قلت يعني انت تاخذ جزئيات في القصه مجهوله يمكن يمكن ما يمكن ما يعني بعض اي تفاصيل الهوامش الهوامش ترى مهمه الهوامش، فهذه اختياراتك المواضيع تشدنا انت. طيب بعلمك هي طريقتين انا فهد معيان كيف يقرا كتاب. ايوه انا بعلمك يعني مثلا الموطأ، كتاب الموطأ للامام مالك هو اول كتاب في الحديث. كيف قراته؟ كنت افتح الكتاب وافتح شرح الكتاب في اليوتيوب، يعني درست على اي انا للشيخ سعيد الكمدي 452 درس حضرتها حضرتها كامل وانا معي الكتاب واقرا. احيانا اسمع مو شرط اقرا، يعني انت تسمع عرفت، لان في البدايه اسمع، لان اذا سمعت بتجد معلومات ناقصه تضطر تدور في الكتب تبحث عنها عرفت، واذا بحثت عنها خلاص بتلقى معلومه معلومه تجر معلومه تجر اختها. هذا الامر الاول. الامر الثاني اللي يبغى بعض الناس الان يقول يبغى ابغى ابدا يروح يقرا مثلا كتاب كبير اكاديمي. طب انا طلبت الكتاب وهذا انا بعيد لك قدام الشباب والله اني ترى وعدني بكتاب والله ابشر بساعتك سالم. الحقوق والعهود لها اهلها وانا وكلتك في ذا الشيء ولا بسوء اعطيه انا اصلاني اعطيك كتاب عمره 90 سنه ما عادني مطالبه من النوادر بس ذكرني تعرف ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ قلت يا مسلم انت لو اعطيتني كتاب قريت انا منه معلومه نزلتها في التيك توك نظروها مليون استفاد هالمليون انت اشتركت معي في اجر. لا لا ابشر بساعتك والله ابشر بساعتك. وش الكتاب نقدر نعرف اسمه ولا؟ يا اخي كتاب عندي كتاب انا عندي ام معيض للطب عندي هذا ما لقيناه هذا دورناه لنا ولا نسيب نلاقيه طبعا واحده قلت مطرس على طال عندي كتب مبالغها عاليه جدا كلها اقولها لاحد. عندك مكتبه خاصه؟ نعم عندي مكتبه. يا اخي هذا خطير بس ما كانت تطلع مواهب دي بدايه الحلقه. بدايه الحلقه كان جاينا ايه مقاتل شاد نفسه شايل دلعه وحرب ما عرفنا سلم عليه يطعنك. لا تعرف تروح منه يطعنك. الان ما شاء الله عليه بدا يصير مسالم يعني الان انا اخوله لمنصب حبيبي تسمحون لي انا على حسب المنصب. انا ارى ان فهد معيان الان يستحق اداره باقي البرنامج الى باقي ايش سويت يعني اربع ايام والله وجهك يا ايه مندوب دانك تشريف تشريف اسمع اسمع يا حبيبي في دونات حمراء اسمع لو سمحت لا تطعن في رايي تفضل الان ولا يطمر استاذنا ناصر الحربي غامدي تستهبل انت غامدي يا اخي انت ورا ما تسكت انت كذا خلاص يا طيب اصبر يا بدر طيب ابشر كيف خليك انا ارى انه يعني والله انه يعيد يجيب دبات يا لا يجيب كيف غريب من يوم نحضر الان ابو معيان يستلم المايك وخلاص ينظم كل شيء. انا اثق بقراراته وارى لا والله لا تثق بقراراتي القرارات لا شوف انت بتطيحنا في حفره بس انا بطيح مو في حفره في حفر بس بقول لك حاجه سبحان الله تبي يقدم شاي سراج اليوم والله يا رب شاي ابو سراج والله يا رب معادي موجود والله 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 ان هذا شيء كلنا ترى ما اعرف
والله قد ما ضيعه. اسمع كله نعرفه بس نتجاهله. ان كل انسان يجب ان يضع في مكانه الحقيقي. واول مكان نضع فيه انسان بدر نطلع برا. مندوب قبل شوي مندوب شرايح. اجي اجي اروح نروح نجيب كافي بس عشان الجلسه ضبطت يا اخوي. توك شارب كافي بيجيك خفقان. لا 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 ما تجيب مو معي وجهه بلاك ما عرفت لك اللي غلط بيجي 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 بيجي.